معكم أخوكم سهل خان، خريج موارد بشرية من جامعة الملك عبد العزيز. انضميت للبنك السعودي الفرنسي من حوالي سنة ونص، جون 2019. طبعا خبرتي في الموارد البشرية بشكل عام من 2014 تقريبا، يعني حوالي 6 سنين. اشتغلت مع شركات زي مثلا جونسون كنترولز، اللي هي شركة أمريكية، شركة هندسة أمريكية لها علاقة بالسمارت بيلدينجز، كنت في الموارد البشرية فيها. واشتغلت قبل كذا مع شركة لينكدين دوت كوم في الإمارات العربية المتحدة، اشتغلت معهم كمستشار توظيف، جلست معهم فترة بسيطة يعني. وقبل اشتغلت في شركة ساعد للتوظيف، هي شركة تهدف لتوظيف السعوديين في المملكة، هي شركة خاصة مملوكة بالكامل لمجموعة الدباغة القابضة. طبعا اليوم حيكون عندنا سيشن ان شاء الله كذا يعني خفيفة ظريفة عليكم ان شاء الله، كذا حنتعرف اكثر عن البنك السعودي الفرنسي، ايش الفرص الموجودة. في نفس الوقت حغطي لكم كذا جي بسيط عن كيف ممكن تستخدموا لينكدين عشان تلاقوا فرص وظيفية او حتى فرص تدريب افضل. تسمح لي بس يا استاذ مشاري ان اسوي شير للسكرين، اقدر؟ أكيد. طيب لحظة، طيب هل تقدر تشوف الشاشة حقتي الآن؟ نعم. طيب ممتاز ممتاز جميل، خليني بس اسوي فيو هنا فول سكرين. لا مش زوم، اني هاو ام نوت شور هاو اسوي الفول سكرين هنا. كنترول اف، نو نوت كنترول اف، اي ثينك اي كود جو وذ ذس، اي كود ليف وذ ذس، اتس نوت ان ايشو. طيب الاجنده اليوم بسيطه، حنتعرف عن بي اس اف البنك السعودي الفرنسي، اعطيكم كده بس بريف بسيط عنه، بعدين كيف طريقة التقديم لنا سواء كان لوظائف أو حتى للكو أب، فرص التدريب التعاون الموجودة. بعدين إن شاء الله حنعدي كده بشكل بسيط عن كيف ممكن تستخدموا لينكدين، how to use LinkedIn to find your next opportunity، ويكون الـ Q&A الأسئلة والأجوبة إن شاء الله في نهاية السيشن. طبعا خلينا نبدأ كده بشكل بسيط. طبعا اتوقع معليش على المقاطعه، اتوقع يمديك تسوي فوكس من تحت اللي هو هنا، الشاشه ما طالعت لي كامله، بس في زي شاشه يعني شكل زي الشاشه هي مكتوب عليها فوكس. لحظه بس ثواني اتاكد. تولز ما انا دخلت في التولز وهذا. لو تجرب كنترول ال كنترول ال، طيب ثواني. الله ينور عليك، مين البطل اللي قال كنترول ال؟ يعني تستاهل هي. الله يخليك. اكيد اي تي. لا والله فاينانس الصراحه. فاينانس ونعم. طيب جميل 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 جدا. طيب اوكي، الله يعطيك العافيه. اخ اتوقع اسمك عبد الرحمن او عبد الاله، كني قريت اسمك شيء زي كذا. عبد الرحمن. عبد الرحمن، ونعم فيك يا عبد الرحمن، وشكرا صراحه. اوكي طيب ليتس ستارت كذا بشكل بسيط، نتكلم عن البنك الفرنسي. بس قبل ما نتكلم عن البنك ممكن كذا بس اشرح لكم بشكل بسيط ان على البنك المركزي سعودي سنترال بانك اللي هو ساما. طبعا ساما هو زي ما تقول هو البنك المركزي في المملكه العربيه السعوديه، تاسس عام 1952. الهدف من ساما او البنك المركزي هذا انه هو طبعا انه هو يتعامل مع كل الشؤون البنكيه الخاصه في للدوله، مسؤولين عن طباعه العمله السعوديه السعودي ريال، في نفس الوقت يتاكد انه قوه العمله السعوديه تكون محافظه على قوتها ومحافظه على قيمتها السوقيه حول العالم. في نفس الوقت ان هم يمسك المانجنج اللي هي الكينجدوم فورن اكسشينج ريزيرفز، مانجنج اللي هي البوليسيز اللي هي السياسات الماليه، وتاكد انه كل الاسعار حقت الاكسشينج ريت حق السعودي ريال او الريال السعودي تكون محافظ عليها. في نفس الوقت انه هو دور البنك المركزي انه تو بروموت او تطوير اللي هي الجروث حق الفاينانشال سيستم حق
البنوك بشكل عام والدولة بشكل عام. في نفس الوقت هم مسؤولين عن إشراف على جميع البنوك التجارية والإكسشينج ديلرز. طبعاً البنوك التجارية زينا مثلاً نحن بنك الرياض، بنك الأهلي، الراجحي، سامبا، ساب إلى آخره. سو كل البنوك تدخل تحت إشراف سامة. كل شيء يسوي يعملوه البنوك أو يسووه عادةً يدخل تحت إشراف البنك السعودي المركزي. من ضمن يعني مسؤولياتهم إنهم يشرفوا على شركات التأمين التعاوني، زي مثلاً شركة بوبا التعاونية إلى آخره. كل هذه الشركات تدخل تحت إشراف البنك المركزي. طبعاً البنك السعودي الفرنسي تأسس بأمر ملكي من الملك خالد الله يرحمه، خالد بن عبد العزيز. أعطى الأمر الملكي عام 1977 اللي هو بإنشاء هذا البنك. وعام 1978 تم اللي هو إطلاق البنك وبدايته بشكل رسمي. طبعا كانت في البدايه الان كانت الكونتريبيوشن او النسبه السعوديه في البنك هذا ما تقل عن 60%، والان تصل الى ما تقارب الى 100% حاليا. طبعا الهدف حق البنك السعودي الفرنسي انه هو يقدم جميع انواع الخدمات البنكيه التجاريه، سواء كان محليا خارجيا، عن طريق اللي هو تقديم خدمات لعملاء، سواء كانوا عملاء هم يعني افراد شركات أو حتى ممكن لجهات حكومية إلى آخره. طبعاً البنك السعودي الفرنسي في عام بداية 2019 تقريباً في شهر أبريل بالتحديد أطلق مهمة جديدة وغاية جديدة، ميشن جديدة وفاليوز جديدة. طبعاً الميشن هذه كانت الهدف منها أنه هي تترانسفورم، التحويل الكامل للبنك جذرياً من الداخل إلى الخارج. طبعا صارت الميشن الموجوده حاليا من 2019 الى الخمس سنين القادمه، الى بالتحديد الى 2023، انه هي انه نحن to become the most modern innovative and experience focused bank in the region. بمعنى اخر ان نحن بنصير البنك الاكثر عصريا by following the latest trends، ونكون نحن دائما the most innovative، دائما نبتكر منتجات جديدة، أكثر بنك يكون عنده منتجات أو خدمات مبتكرة في المنطقة، سواء وفي نفس الوقت تفوق في تجربة الموظفين والعملاء. وتلاحظ هنا إنه في شريحتين نحن بنركز عليها، إنه لو نحن في البنك ركزنا عليها معناه نحن حننجح. أول شيء التركيز على تجربة موظفينا، إذا نحن أسعدنا موظفينا معناته نحن خلينا يعني البنك حيقوم في النهاية، هم العمود الفقري لنا. وإذا نحن في نفس الوقت فوقنا في تجربة الموظف في العملاء وتأكدنا أن هم سعداء وراضين عننا، في نفس الوقت البنك راح يقوم. هذول الاثنين نحن نشوفهم كعمود فقري للبنك، موظفين والعملاء. طبعا من هذه الميشن صرنا نقولوا values وقيم جديدة للبنك. القيم هذه نحن نعيشها بشكل يومي، وتقدروا حتى تشوفوها مثلا داخل يعيشوها موظفين. أول قيمة أو أول value نحن نؤمن فيها اللي هي keep it simple أو السهولة مبدأ، إنه بحيث إن إحنا دائماً كل شيء نسويه دائماً لازم يكون متسم بالسهولة والبساطة. Whatever you're doing, no matter إيش ما كانت situation complicated ولا المشكلة معقدة، حاول تسويها بأبسط وأسهل طريقة ممكنة. من ضمن التسهيل والتبسيط اللي نحن نؤمن فيه، نحن نؤمن نعمل على تجهيز كل موظف عندنا يجهزه لطريق النجاح، وبعد كذا خلاص نبعد عن طريقهم، نخليهم هم ينطلقوا ويقودوا في المستقبل. كل ما نحتاج انه هو من ناحيه السهوله انه نحن نطلب مره او نسال مره وراح ننفذ مباشره، as simple as that. ثاني value او ثاني قيمه اللي هي think big act quick، او فكر بطموح وتصرف بسرعه. دائما نحن لما ناخذ قرارات عندنا سواء كان داخليه موظفين، لما يكون حطوا في سيتويشن هم لازم ياخذوا قرار ولازم يتصرفوا في سيتويشن معين، لازم يفكروا دائما يكون في عندنا منهجيه انه فكر فين القرار هذا حيكون، فين اثره في 2023، بناء عليه اتصرف كانك في 23 دائما كذا. وات ايفر ايش ما كان سيتويشن، اكت لايك يو ار ان 2023، فانت بتكون في 2023 بناء عليها تصرف. طبعا اوف كورس مع سرعه اتخاذ القرارات والانطلاق. الفاليو اللي بعدها والقيمة اللي نحن نؤمن فيها، نحن دائما صادقون مع نفسنا.
أو true to ourselves إنه نحن دائماً we are honest with one another, دائماً صادقون مع بعضنا البعض, حتى لو كانت الصراحة هذه شكرت ما بعض التباين أو بعض disharmony, بعض ال I would say conflicts. ما هي مشكلة الconflict هذا, بالعكس نشوفها as something healthy. It's never personal. The conflicts هذه دائما نشوفها إنه المسألة مهنية فقط. It's never personal. It's always business. It's always work. It's always about work في النهاية. الvalue اللي بعد اللي هي us before me أو المجموعة قبل الفرد, إنه نحن we always put the ideas before our egos and leverage the expertise of others. بمعنى آخر إنه نحن دائما نفكر في مصلحة الفريق بالاعتماد على خبرات الآخرين, نشوف كل ال perspectives. Of course, طبعاً عندنا هنا في البنك we believe in the diversity. بتلاقوا ناس من جميع مدن المملكة, من جميع أنحاء العالم بتلاقوا موظفين عندنا. فدائماً اعتمد على خبرات الآخرين. يعني مو كل اللي موجودين عندنا من البنوك, for example. مو كل اللي عندنا مثلاً من منطقة معينة ولا من جهة معينة. فحاول تستفيد من مثلاً الجميع الخبرات الموجودة في البنك. وهذا الشيء يساعد في تقديم جودة أفكار, في quality of ideas, quality of deliverables. The next value اللي هي we are BSF أو نحن البنك السعودي الفرنسي. و by the way هذا هو الهاشتاج حق موظفينا. إذا تدخل لينكدين تكتب we are BSF الهاشتاج بتلاقوا أصلاً كل البوستات بوستات موظفينا. فإيش نقصد ب we are BSF أو نحن البنك السعودي الفرنسي؟ نحن دائماً نضع مصلحة فريق عملنا اللي هم موظفيننا, عملاءنا والمساهمين ومجتمعنا كاملا قبل أجندتنا وجداول أعمالنا. سنحمي المجتمع هذا دائما وندافع عنه, إنه نحن دائما قبل ما نسوي أي شيء نشوف فين مصلحة موظفيننا, فين مصلحة العملاء, فين مصلحة المساهمين, بناء عليها نتصرف. وهذا نحن يعني دائما هذا اللي نحن نعنيه ب we are BSF. هذا الشيء اللي نحن دائما نؤمن فيه. Winning is fun, أو التفوق هو أسلوبنا. إيش نقصدها؟ إنه نحنا to be the number one in the minds, we seek to be the number one and in the minds and hearts of our people, customers and shareholders. We have limitless ambition and the drive to win. بمعنى آخر إنه نحنا يهمنا إنه نحنا دائما نكسب. إيش ما كان اللي نحنا اللي بنسويه, نحاول نحنا نتفوق بحيث إنه نحنا نكسب قلوب وعقول فريقنا اللي هم موظفيننا وعملائنا والمساهمين. دائما يكون عندنا طموح بلا حد, نشوف فين نبغى نصير في الالتيميت او سيف الالتيميت جول عندنا, ويكون حدود طموحنا من غير اي باوندريز. وفي نفس الوقت رغبه الفوز هي دائما دافعنا الاكبر للتقدم. طيب ايش الاسبيريشنز اللي عندنا؟ فين اهدافنا نحن؟ فين نبغى نكون؟ طبعاً 2023 حابين نكون 10, إن بنوصل 10% من ناحية الحصة السوقية, من ناحية assets و liabilities في الماركت شير, 2.3% من return on asset, ويكون نحرز اللي هو الرانكينج نمبر 1 في النت بروموتر سكور أو النت بروموتر سكور رانكينج, NPS رانكينج. هذا إيش النت NPS رانكينج؟ طبعاً NPS اللي هي النت بروموتر سكور, هذه methodology طورتها شركة استشارية اسمها بين, شركة معروفة عالميا. هذه الطريقة اللي نحن نقدر نقيس فيها رضاء العملاء وقديش هم يرشحونا لأصدقائهم للفاميلي and friends. هذا مقياس معين نحن ماشيين عليه, ماشي عليها جميع الإدارات, سواء كان في الHR, في الفاينانس, في الاستراتيجي, في الIT, في الريتيل, في الكوربريت بانكينج إلى آخره. هذا شيء نحن دائما يعني كل شخص عنده KPIs معينة أو معايير تقييم معينة بناء على النت بروموتر سكور هذا. فالبنك ككل من الرئيس التنفيذي إلى آخر موظف في الأورجانيزيشن عندهم معايير تقييم سنوية على النت بروموتر سكور اللي هو قد إيش عميلك راضي عنك. كمثال أنا كموارد بشرية تقييم السنوي قد إيش الموظف اللي أنا تعاملت معاه كان راضي عني. إذا هو راضي عني معناته أنا تقييم ممتاز, إذا مو هو راضي عني معناته أنه أنا ما سويت شغلي صح. نفس الشيء مثلا في الفاينانس, الفاينانس بيتعامل مثلا internally داخليا مع business lines معين, مثلا يتعامل مع قسم اللي هو مثلا علاقات الشركات كمثال, إن هو الفاينانس يقدم له تقارير بشكل دوري. لو كانت علاقات الشركات راضين عن الفاينانس تيم
معناته من ناحية إن هم بيستلموا كل شيء on time، من ناحية الخدمة المقدمة من الفاينانس تيم لي، علاقات الشركات جدا رائعة إلى آخره، معناته تقييم حق القسم المالية عندنا اعتبر جدا رائع. فحتى التقييم السنوي عندنا بناء على النت بروموتر سكور هذا، وقد إيش عميلك راضي عنك. طبعا عندنا لو أقول لكم مثلا organization structure عندنا كيف، إيش إيش الأقسام الموجودة عندنا في البنك، ومنها تقدروا تتخيلوا إيش الوظائف المتاحة. عفوا في احد قال شيء؟ في طلع صوت بس، احد عنده سؤال او شيء؟ اوكي طيب بيرد اتوقع جاء جليتش او شيء زي كذا او لاج سمثينج لايك ذات، طلع صوت كذا غريب. alright so عندنا organization structure، so عندنا managing director والسي او اللي هو اعلى شخص في المنظمه، الرئيس التنفيذي للمنظمه، تحته في اقسام كثيره. نبدأ بالinstitutional banking group. Institutional banking group ادخل تحت اللي هو corporate banking، اللي هي الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات الإسلامية banking اللي هي الخدمات الإسلامية للخدمات المصرفية الإسلامية، private banking اللي هم طبعاً لأشخاص هذول عادة يشتغلوا مع أفراد، بس أفراد اللي هم يكون حساباتهم يعني أعلى مثلاً بX يعني مليون ريال سنويا تقريبا يكون حساباتهم. Global Transactions هذول تحت الانستيتيوشنال بانكينج اللي هم يمسكوا كل زي ما تقولوا المعاملات العالمية او الدولية. الفرونت اوفيس سبورت هذول مينلي الفرونت اوفيس سبورت هذول اللي يخدموا بشكل عام اللي هو الكوربريت بانكينج، من حيث انهم يمسكوا الاوبريشن والعمليات الداخليه في البنك ويخلصوها كل شيء ويعطوها لقسم الشركات او حتى ممكن يوصلوها للشركات بشكل مباشر. هذا اول قسم. ثاني قسم عندنا اللي هو الريتيل بانكينج. الريتيل بانكينج جروب هذا اللي هي العتم بتلاقوه خدمات الافراد بشكل عام، كل المنتجات اللي هي خاصه بالافراد تدخل تحت الريتيل بانكينج او اللي هي التجزئه، زي مثلا اذا بتفتح حسابات هذا يكون عن طريق الريتيل بانكينج، اذا حابين تقدموا على قروض، حابين كريدت كارد، حابين قرض سكني، قرض عقاري او قرض تجاري الى اخره، هذه عاده كلها تدخل تحت الريتيل بانكينج جروب. الجروب اللي بعد اللي هي الانفستمنت بانكينج جروب. الانفستمنت بانكينج يدخل تحته الجلوبال ماركت، جلوبال ماركت جروب. هذول الانفستمنت عاده يكون في تحتهم اللي هم التريجري، يدخل تحتهم برضو اللي هي الجلوبال ماركت اللي هم ماسكين كل شيء، سواء كان ماسكين الخزينه حقت البنك. اللي بعدها عندنا اللي هي اوبريشنز جروب. اوبريشن جروب يدخل تحتها طبعا اي تي، بروكيورمنت، بروبرتي مانجمنت، واذر سيكشنز موجوده حادخل لكم فيها ان شاء الله. هذه من ناحيه اللي هي الجروبز الموجوده هنا. في كمان اذر الريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت طبعا في تحتها شغلات كثيره اللي هي اي شيء لها علاقه باداره المخاطر يدخل تحت الريسك مانجمنت. اذر سيكشن او اذر جروب موجود عندنا اللي هي الاوديت، اللي هي وحده او سي مجموعه التدقيق عندنا اللي هم يدققوا انه بحيث انه كل حاجه ماشيه بشكل قانوني وتحت اشراف سامه. كومبلاينس هم مجموعة الالتزام، هم يتأكد أن البنك بشكل عام ككل ملتزم بالتشريعات المطلوبة. ليجل كوربريت غوفرنس هذول طبعا من اسمهم اللي هم ليجل الشؤون القانونية، اللي هم يتأكد أنه كل العقود كل الأشياء اللي نحن بنسويها قانونية ويعني شاملة وكل قوانين وتشريعات المشرعين، سواء كانوا البنك المركزي، سواء كان وزارة العمل، سواء كان وزارة التجارة إلى آخره. في كمان عندنا اللي هو من ناحية المنطقة الشرقية والغربية، في عندنا two regional offices فيها أغلب الفانكشنز. في عندنا HR الـ Human Resources Group حتكلم فيه بعد شوية. في كمان الفاينانس جروب يدخل تحتها طبعا كل الفانكشنز حقت الفاينانس والريبورتينج والبادجيتينج والاكاونتينج إلى آخره تحت الفاينانس. الاستراتيجي جروب حتكلم عنها كمان شوية. نتكلم عن الاستراتيجي جروب. طبعا مجموعة الاستراتيجية اللي عندنا
ماسكين خمسة نقاط رئيسية أو خمسة domains أو enablers أساسية عندنا. أول شيء اللي هو digital. الاستراتيجي جروب هذول مهمتهم إنهم يخلوا كل شيء عندهم يروح يصير digital. So بمعنى آخر ما في شيء يصير paperwork بناء على ورق ولا شيء ولا يضطر إنه أنت تسوي شيء بطريقة ورقية ولا إلى آخره. So يخلوا كل حاجة البنك digital. الجروب المسؤولية الثانية اللي هي الكاستمر اكسبيرينس، يتأكد انه تجربة العملاء بشكل عام يعني اهتموا بتحسين تجربة العملاء، ويتأكد ان تجربة العملاء سعيدة قد ما هم يقدروا، بحيث ان هم يطالعوا ايش الجابس الموجودة، هم they try to fill, they plan to fulfill it بشكل عام، سواء كان كاستمر اكسبيرينس للبنك كامل، سواء كان الكاستمر اكسبيرينس الداخلية كمثلا الاكسبيرينس بين الادارات، بين مثلا القسم الفاينانس والقسم العلاقات الشركات كمثال، وحتى ممكن كاستمر اكسبيرينس حقت العملاء اللي هم عملاء الافراد ولا عملاء الشركات ولا الى اخره. الانيبلر اللي بعد اللي هي البراند، هم طبعا يهتموا بالبراندنج سايد والماركتنج سايد من الى، بحيث انه نحن وي شود هاف ذا بيست براند في البانكينج في الاريا حقتنا. الاريا اللي بعدها طبعا اللي هي التكنولوجي والاوبريشنز، يتاكدوا انه نحن عندنا ذا ليتست تكنولوجي اند ذا موست مودرن تكنولوجي اند اوبريشنز. واخر انيبلر اشتغل عليه اللي هي الكلتشر، سواء الكلتشر او ثقافه الاورجنايزيشن. هنا الثقافه حقت الاورجنايزيشن هم يهتموا في تحسينها وتطويرها، سواء كانت الثقافة الداخلية ولا حتى ثقافة عملائنا. هذا أول جروب. ثاني جروب اللي هو الهيومن كابيتال أو الهيومن ريسورسز. طبعاً بشكل عام الـHR إذا مثلاً أحد فيكم حاب يتدرب عندنا في الـHR أو شيء، حيكون غالباً أحد الأشياء الخمسة الأريز هذه الموجودة. أول شيء أنه هو يكون يعني من ضمن الأشياء الموجودة، المسؤوليات الموجودة للـHR هو develop the bank mission core values and support overall strategy. So supporting الاستراتيجية العامة للبنك من ناحية جهة الـHR، هذه أحد المسؤوليات. ثاني شيء أنه هو ممكن تطوير وتحسين السياسات الـ policy والـ procedures للبنك. هذا الشيء اللي هو ممكن attracting, maintaining and developing promising candidates with competence to achieve the bank missions and consolidate the culture of the bank. الاريا اللي بعده ممكن اللي هو ensuring the career progressions and development are in place، او بمعنى اخر اللي هو learning and development side الموجوده عندنا، فهذه برضه فرصه تدريب موجوده عندنا. اخر شيء اللي هو making sure that HR offer the best compensation and benefit in the market، بحيث انه من ضمن الفرص التدريب الموجوده عندنا انه نحن نتاكد انه نحن الاوفرات اللي تطلعها الكومبنسيشن التعويضات والمزايا اللي نحن نقدمها للموظفين هي الافضل في الماركت، او اتليست ابوف فوق الافرج. طبعا في عندنا البي اس اف اكاديمي، البنك السعودي، اكاديميه البنك السعودي الفرنسي، تاسست طبعا الاكاديميه حقتنا عام 2014. فكرتها طبعا هي زي ما تقولوا التريننج بروفايدر للبنك بشكل عام، بحيث انه دور الاكاديميه انه هي تطور الموظفين وترفع انتاجيتهم عن طريق تدريبهم في للمهارات اللي هم يحتاجوها بشكل عام. طبعا من هذاك التاريخ من 2014 الى الان صار اكثر من 33 الف فرصه تدريبيه، ونفتخر ان احنا اول اكاديميه في البنوك اخذت اللي هي شهاده الجوده اللي هي الايزو والسي بي دي اللي هي كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت. طبعا بعض في عندنا برامج للفريش جرادويتس لحديثين التخرج. اول حاجه في عندكم اللي هو الكووب تريننج بروجرام. اوكي، الكووب تريننج بروجرام هذا اللي هو طبعا على حسب طلب الجامعه تكون مدته، في بعض 3 شهور، 5 شهور، 6 شهور، يختلف من جامعة إلى جامعة، من تخصص إلى تخصص آخر. طبعا مقاطعة بس أبغاك تشرح كل تخصص على حدة، يعني
ابغى يعني مثلا تخصص الفاينانس الاكاونتينج، هل كلهم هم يندرجون نفس المده الزمنيه او المتطلبات من حيث الجي بي اي، المهارات، في اشياء معينه تكون تندرج على كل تخصص على اساس نحاول نفيد يعني كميه كبيره من المستمعين؟ يعني اليوم في ما شاء الله اكثر من تخصص موجود عندنا من الطلاب. جميل 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 جدا. بخصوص المده الزمنيه اللي هو للتدريب، هذا نحن عاده يعني نتعامل مع جميع الجامعات فيها، انه المده يكون مقترحه من الجامعه على حسب كيف المنهج عندهم، على حسب الخطه او خطه التخرج الموجوده لديهم. فهذا يعتمد على حسب مقترح الجامعه. في جامعات يعني تختلف عن جامعات، تخصصات تختلف عن تخصصات، فهذا عادة تجينا الانبوت هذا والمدخل هذا عادة يجينا من الجامعة. من ناحية فرص التدريب عندنا للكوب، سواء كان فاينانس او اكاونتينج او حتى اي تي ولا اتش ار ولا ايش ما كان التخصص، عادة الفرص عندنا في البنك كبيرة جدا. يعني ما اقدر اقول لك مثلا الفاينانس والاكاونتينج مثلا مدروجين فقط في الفاينانس جروب، هذا يعني غير صحيح. عاده الفاينانس والاكاونتينج ممكن يشتغلوا في قطاع الشركات كمحللين ائتمان، يتدربوا على تحليل مثلا ائتمان العملاء كمثال، ممكن ان هم يشتغلوا في تطوير المنتجات، ممكن ان هم يشتغلوا كمان من ناحيه اللي هو تقدر تقوله في التدريب والتطوير او تحسين الكاستمر اكسبيرينس من ناحيه فروم فاينانس بوينت اوف فيو في الفاينانس جروب كمثال. سو الاوبورتونيتيز عندنا من ناحيه في التخصصين هذه كمثال ما هي محصوره مثلا في وظيفه ولا وظيفتين، جدا جدا كبيره يعني. و they literally can work in every single group إلا مثلاً غير الاي تي كمثال، غير مثلاً الفاينانس ما أقدر يشتغل مثلاً في الاي تي لأنه يبغاله تكنيكال باك جراوند معينة كمثال. They can work in مثلاً you can work in في التريجري كمثال، اللي هو في الخزينة which is it's a huge I would say part of it is about learning how the bank works and learning how you can handle ال أو خزينة البنك which is having access على data جدا huge على كل الأماونت اللي تملكها البنك وكيف ممكن يتصرف فيها بشكل عام. الفاينانس ممكن برضو كمان يشتغلوا في أو الفاينانس والأكاونت they can actually work in you could say audit كمان في الأودت في الكومبلاينس، لأنه كثير من شغلهم انهم ذا ميك شور ان كل التعاملات الماليه ولا ار بينج كومبلاينت اند اوديتد بالطريقه وحسب تشريعات البنك السعودي المركزي. فالفرص جدا كبيره، الفرص عندنا يعني غير محدوده ابدا. ف اي هوب ذس انسرد يور كويشن يا مشاري. هو انت جاوبت على قسم وتركت قسم، لكن نتطرق لها يعني في وقت يعني اخر الجلسه على اساس انه حتى يكون في عدد اكبر ويكتبون معك النوتس ان شاء الله. ما في مشكله. اوكي طيب جميل جميل جدا، يصير خلاص نخلي الكيو على نهايه الجلسه. اوكي ما في مشكله. طيب هنا برضو في من ضمن البروجرامز الموجوده للحديثين التخرج عندنا في اللي هو البانكر بروجرام. البانكر بروجرام طبعا هذا بروجرام مدته سنتين، طبعا هذا يكون بعد التخرج بعد ما تخلص الكواب الى اخره. برنامج البانكر مدته سنتين تقريبا، يكون روتيشن على اقسام معينه ومن بعدها بيكون في تعيين، بيكون في التوظيف. فكره البانكر طبعا اتس فاست تراك، يعني سنتين هذه تعادل 4 إلى 5 سنين خبره، لانه فيها تريننج انتنسيف جدا وعليها روتيشن لكل الأقسام المهمة في البنك. وبعدها عادة بيصير إن التيم ليدر بوزيشن أو السينيور أو بوزيشن معين عندنا في البنك. سو إتس فاست تراك، وظيفة فاست تراك موجودة عندنا تعتبر.
الريتيل بانكينج جروب هذا طبعا الجروب اللي بعده عندنا طبعا as of May 2019 عندنا أكثر من حوالي 87 فرع في 24 مدينة. فهذه برضو أحد الفرص الموجودة عندنا اللي هي الكوب تريننج اللي في الفروع. So في جميع أنحاء المملكة. This is one area that we could you could train فيها. Operation group طبعاً operation group عندنا still برضو this is أحد ال areas that you can be I would say that you could consider ناحية الكوب. So عندنا corporate operation. So corporate operation تقدر تقول إنه هذا الجروب اللي هو ال back office لكل اللي هم يمسكوا نفترض لو في عميل يبغى يلغي نفترض الكريدت كارد حقه كمثال هو يرفع الطلب لقسم الريتيل وهذا يروح للكوربريت اوبريشن هم اللي يخلصوا الموضوع في الباك اوفيس عندنا بحيث انه يتاكدوا انه كل حاجه هو خلاص كومبلاينت مع الريجليشنز يتاكد انه هو ما عليه اي اوتستاندينج اماونتس الى اخره. هذا طبعا يقبلوا تقريبا جميع التخصصات في الكوربريت اوبريشن. بريكيورمنت هذا في عندنا اللي هو يعني في اللي هو قسم المشتريات برضو فيه good opportunities. Collection هو متأكد إنه طبعا كل ال payments are delivered or maintained in a timely manner. Information system this is for IT. طبعا information system عندنا يعتبر كبير يعني قسم كبير جدا عندنا. So لأنه في عندنا ال help desk في عندنا اللي هو ال اللي هو ال continuous development I would say اللي هو implementing systems الجديدة زي Oracle SAP إلى آخره. عندنا information security this is also a huge part. في عندنا اللي هو برضو property management this is also a huge department. Transformation and organization هذول المسؤولين عن التحول في البنك. Safety وآخر department اللي هو safety and security. في طبعا اللي هي الكنترول جروبز في برضه جود اوبورتونيتيز اللي هي ريليتد للريسك سواء كان في الريسك في الاوديت في الكومبلاينس او الليجل. طبعا غالبا اذا اشتغلت في واحده من الارياز هذه في الغالب حتكون في الانتي فرود مانجمنت. سو كيف يعني الانتي فرود مانجمنت اللي هي اول شيء ليتس توك اباوت اللي هو الفرود اتسلف. الفرود طبعا ايش يعني الفرود اللي هو طبعا الاحتيال. التعريف الديفينيشن الصحيح له اللي هو any act involving deceit to obtain to obtain a direct or indirect financial benefit by an individual or organization or a group with this help causing a loss to the deceived party. بمعنى اخر انه شخص يخدع طرف ثاني to obtain إنه هو بحيث إنه هو يحصل على فائدة مالية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. يكون الطرف الثاني هذا مخدوع ويكون هذا خسران في المعادلة. هذا مع هذا التعريف اللي هو الفرود. طبعا في كثير حالات كثير للفرود يعني أمثلة كثير جدا. طبعا of course من ضمنها اللي هي تزوير النقود forging the documents including the job applications كمثال اللي هي نفترض يجيكم رسالة في لينكدإن يقول لك في عندكم اللي هي في وظيفة في شركة كبيرة عالمية في الإمارات إذا حاب إنه نحن نرسل لك العرض الوظيفي حولنا 5,000 ريال. تحول 5,000 ريال الشخص اختفي ولا أنت ولا هتعرف تجيبه بعد كذا. هذا مثال الاحتيال. تزوير الشهادات كمثال تزوير الهويات سرقة الكريدت كاردز تزوير التوقيع الأختم إلى آخره. طبعا لاحظتوا الفترة الأخيرة كان في حملة اللي هي خلها لك شارك فيها جميع البنوك. وهذه الحملة كانت طبعا من الكنترول فانكشنز والماركت في كل الـ البنوك بشكل عام وقسم التسويق بالتعاون مع بعض مع البنك السعودي المركزي لإطلاق التوعية هذه للعملاء بشكل عام
انه المعلومات خلوها لكم، لانه سبيشلي انه حاليا الفتره هذه منتشر جدا اللي هي حالات الاحتيال والنصب الى اخره. يجيك اس ام اس، يجيك اتصال، معليش انا من البنك الفلاني، نبغى نحدث بطاقتك، او يقول لك اعطيني معلوماتك، وتعطيهم معلوماتك وتلاقي الرصيد تفرفر. It happens a lot. So هذول الانتي فرود مانجمنت they make sure انه هذه الحالات ما تصير، يتأكدوا انه هم دورهم، يتأكدوا العملاء ما ينخدعوا عن طريق توعية، عن طريق وضع سيستمز ولا بوليسيز معينة. وهذه فرصة تدريب فيها جدا 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 حلوة صراحة، جدا رائعة. عنه وعنكم ان شاء الله. ما اسمعك، عفوا. أقول الله يبعد عنا لو عنكم الأذى إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. طبعا من ضمن الأشياء الموجودة إنه إذا بفصل كيف ممكن يعني تتفاعل في الوظيفة هذه بالناحية اللي هي مكافحة الاحتيال، طبعا في three parts. إنه أول part اللي هو how to protect yourself، هذا أول شيء ممكن تشتغل عليه، اللي هو طبعا you must be familiar مثلا في عندنا document او booklet اسمه code of conduct and anti money laundry، اللي هم حق مكافحه غسيل الاموال الى اخره. هذا البوكليت دو يعني في حوالي تقريبا 30 صفحه، هذه النسخه المختصره بتكلم 30 صفحه، النسخه المطوله بنتكلم على يعني حوالي 100 او اكثر تقريبا. دور الفانكشنز هذه ان هم يطبقوا كل شيء موجود في البوكليت هذا على ارض الواقع، سواء كان العملاء للموظفين ولا من ناحيه السيستمز الى اخره. فهنا في بحر كبير جدا. النقطه الثانيه اللي هي what to do if you notice fraud act، هذه برضو يونت موجوده طبعا، ان هي من ناحيه التوعيه انه لو شفت اللي هو الفرود اكت هذه كيف ممكن الموظف يتصرف ولا كيف العميل يتصرف. هنا يجي دور الاداره هذه ان هي توعي الكل، وهي اللي تتصرف في المواضيع هذه، بحيث انه يعني مثلا تجي كومبلينت وهم يتصرفوا عليها ويحققوا وراها. It's like an investigation، كانك موظف تحقيق، تشوف الترانزاكشن هذه وراها 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 لين ما تشوف هذا هل هي فيها احتيال او لا. فهذه what to do if you notice a fraud act. آخر شيء اللي هي how to report the fraud، إنه كيفية التبليغ. so ممكن إنه هنا برضو من ضمن الفرص الموجودة إنه تكون في الفرونت لاين اللي هي حق البلاغات. أوكي، يجي مثلاً موضوع اللي هو مثلاً جاتكم report على fraud، على احتيال معين، كيف تتحقق أنت إنه اوكي من from compliance ولا audit ولا حتى from legal point of view، هل هذا legal ولا لا؟ كيف تحقق انه هذا الشيء يعني نصب احتيال الى اخره او لا؟ هذه برضو هذه من ضمن الادارات الموجوده عندنا، بحيث انه يتاكد انه كل محاربه الاحتيال بشكل عام قد ما يقدر. هنا فيها فرص جدا جدا كبيره. في من ضمن الاشياء الموجوده اللي هي business continuity division. البيزنس كونتينيوتي ديفيجن هذه طبعا تدخل تحت الريسك مانجمنت، تحت اداره المخاطر. سو البيزنس كونتينيوتي او هي ما صح استمراريه الاعمال بمعنى اصح. الهدف حقهم الاداره هذه فيها بشكل عام دورها انه هي تخلي البنك ماشي تحت اي ظروف كانت، كل الاسينشال فانكشنز الادارات تكون ماشيه بشكل يعني من غير ما تتأثر، من غير أي داون تايم، من غير ما مثلاً الفانكشن هذه توقف إذا لا قدر الله صارت مشكلة أو شيء. طبعاً دور البيزنس كونتينيوتي ديفيجن هذا أو الديبارتمنت هذا إن هم يخططوا بشكل عام لأي unpredictable event، أي شيء ممكن مستحيل يعني ما يخطر على البال إنه ممكن مشكلة تصير. يعني زي مثلاً كمثال natural disaster، في حال حرائق مثلا صار شيء او ايش مكان، كيف ممكن ماليا نحن نتصرف، كيف ممكن نحن نحافظ على تعاملات عملائنا، كيف ممكن الترانزاكشنز حقت عملائنا تمشي. هذا مثال. لو لا قدر الله صار حريق، كيف ممكن ان احنا الدوكيومنتيشن حقت عملائنا ما تروح. لو لا قدر الله انتشر مرض زي ما صار السنة هذه، يعني السنة هذه مع فترة كورونا فجأة في يوم وليلة قال شت داون، ما في وحظر وما حد يخرج من بيته إلى آخره.
طيب الناس اللي بيسوي ترانزاكشن من بيوتها، اللي بتحول فلوس من شخص الى شخص اخر، كيف البنك ماشي وما في ولا موظف؟ سو دور الاداره هذه ان هم يخططوا لاي شيء انبريدكتبل، شيء غير متوقع، ويحطوا حلول لاي مشكله ممكن تصير. فتره كورونا كيف ممكن تمشي البنك؟ فترة لا قدر الله صارت هجمات سبرانية إرهابية، وهذا الشيء جدا منتشر. ممكن هجمات الإرهابية السبرانية عشانها ما هي ما بتشوفوها بعينكم مجرد، ممكن ما بتسمعوا عنها كثير، بس هجمات الإرهابية السبرانية منتشرة بكثرة الفترة هذه حول العالم بشكل عام، مو بس يعني يعني ما 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 بخصص مثلا في السعودية، لا نتكلم حول العالم بشكل عام. الشركات البنوك، الشركات اللي هي عندها داتا على مثلا المواطنين، داتا او حتى ممكن فاينانشال ترانزاكشن، هذه اكثر جهات عالميا تهاجم سبرانيا. تكون احيانا هجمات من خارج الدولة، تكون هجمات من داخل الدولة، تكون من حيث لا تعلم. فدور هذول إن هم يحفظوا البنك من جميع الهجمات السبرانية. هذول عادة يكونوا الـ يعني الفرونت لاينرز، زي مثلا تقول في عندنا الجنود اللي على الحدود، هذول الجنود في البنك اللي هم دورهم يحفظوا البنك من أي هجمات أو أي مخاطر خارجية. طبعا ضمن الأشياء الموجودة تحت البيزنس كونتينيوتي، في اللي هو بيزنس كونتينيوتي مانجمنت، اللي هو دورهم اللي هي التخطيط، الإدارة كيف ممكن يصير البيزنس ماشي، كيف البيزنس مكمل. وبيزنس ثاني شيء اللي هو بيزنس كونتينيوتي سايت مانجمنت، هذول يكونوا ماسكين مواقع معينة، لو تقفل مثلا لا قدر الله صار شيء، كيف حنتعامل مع الفروع، كيف حنتعامل مثلا في المبنى، كيف حنتعامل في إلى آخره. هذول برضو فيهم اريا كبيره جدا. انسيدنت اند كرايسيس مانجمنت، لو لا قدر الله صارت كرايسيس، سواء كانت فاينانشال كرايسيس لا قدر الله، كارثه ماليه، كساد فجاه صار يعني مشكله جدا كبيره، او صار شيء غير متوقع، كيف ممكن احنا نتصرف ماليا، وكيف احنا ممكن نتصرف انه بحيث انه نحن نتفادى الكارثه هذه، كيف ندير الكارثة. والبزنس كونتينيوتي جوفرنانس، هذه برضو هذه اريا انه ايش المعايير اللي راح يتبعوها كل هذول الديفيجنز، من ناحيه انه هي تكون كومبلاينت مع الـ مع الريجوليشنز بشكل عام. ايش البنك المركزي يقول؟ هل نحن لو قدر الله في لو لا قدر الله صارت مخاطر او اشياء خارجيه خارج عن ارادتنا، هل نحن هنقدر نتصرف حسب تعليمات سامه ولا لا؟ فهذه الاشياء كلها فيها برضو opportunities جدا جدا رائعه. طيب ليش نتكلم عن طريقه التقديم للبنك السعودي الفرنسي؟ وهنا غالبا حجاوب على اسئله كثيره. يعني نحن طبعا عندنا طريقه التقديم عن طريق الفرنسي كاريرز، عندنا الموقع اللي هو fransicareers.com. تدخلوا هناك بتلاقوا فيه جميع الوظائف المطروحه، سواء كانت الكووب اوبورتونيتيز، سواء كانت وظائف لما ان شاء الله لما تتخرجوا. بتلاقوا فيه كمان اللي هي كيف تعرف انه هذه الوظائف لحديثين التخرج او لا. تدخل على الوظيفة، أقرأ الديسكريبشن الموجود، أقرأ الوصف الموجود، هتلاقوا فيه جميع الوظائف. تتحدث عندنا الوظائف عادة بشكل شبه أسبوعي، أسبوعي وأسبوع لا، أحيانا كل 3 أسابيع تتحدث الوظائف. فعادة يعني إذا حابين تشوفوا إيش في حاليا متاح، يعني أدخلوا في نفس اللحظة بتلاقوا، لأنه اللي موجود اليوم احتمال ما يكون موجود بكرة. عادة التوظيف عندنا مستمر، فعشان كذا أول بأول تدخلوا بتلاقوا فيه كل شيء. أهم شيء قدموا على الوظائف اللي هي لها علاقة لكم، اللي هي be mindful و be responsible when you apply. قدم مثلاً إنه يقول لكم as a fresh graduate لاقي مثلاً entry level، apply على entry level فقط، don't apply مثلاً على senior level، مثلاً senior manager role ولا chief ولا head of department. إنه let's be realistic، يعني we need someone with أحد يكون عنده 10 سنين 5 سنين experience إلى آخره. وعادة يعني إذا قدمت على وظائف زي كذا عادة بيجي rejection فيها. So be mindful، قدموا على entry level positions اللي هي لها علاقة بالفريش graduate ولا حتى البانكر بروجرام اللي احنا راح نطلقه إن شاء الله بداية السنة القادمة، وحتى ممكن على الكوآب opportunity الموجودة إلى آخره.
فالوظائف كلها موجودة بتلاقوها في الويب سايت، يتحدث بشكل شبه أسبوعي. Next اللي هو how to connect to opportunities on LinkedIn. طبعا هذا كذا راح أعطيكم بشكل كذا بريف، بشكل جدا بسيط، إنه كيف ممكن تلاقوا فرص وظيفية عن طريق LinkedIn بشكل مبسط، بشكل يعني بسيط إن شاء الله. بس حاب أشارك معكم معلومة، وهذه المعلومة أنا ما أخذها من LinkedIn.com، عندنا نحن مستشارين في LinkedIn وهذه المعلومات أخذناها من عندهم، إنه 9 من 10 من الشركات توظف عن يستخدموا LinkedIn يعني خلال فترة التوظيف. فإذا 90% من الشركات تستخدم LinkedIn أو بتعدي على LinkedIn خلال فترة التوظيف، أنتوا يعني وجودكم هناك جدا مهم، تزيد فرصكم للتوظيف بشكل جدا سريع. طبعا كيف، طبعا of course لما تيجي تبني your LinkedIn profile of course في شوية أشياء you need to look at. Think of it as a profile، ما هو CV. حاول أن تخلي طبعاً of course هذا great photo, professional photo إلى آخره، and edit your profile and we'll elaborate in a bit. So إيش الفرق بين البروفايل في LinkedIn وبين CV؟ في فروقات جداً كبيرة بين الاثنين. أول شيء البروفايل حق LinkedIn اللي يفرق عنه عن CV أو الرزمي هذا، إنه your LinkedIn profile يعني موجود هناك، أنت بتتكلم مع كل الامبلويرز، مو بس شركة واحدة فقط. السي في أنت عادة عشان تمرره لازم أنت تسوي effort، تروح تقدم وترسل لشخص عادة يروح لشركة واحدة فقط، وإذا بيبحث عنك عادة مو بسهولة يلاقيك. however في LinkedIn where 90% من الشركات بيستخدموا LinkedIn، فالأفضل أن تكون موجودين هناك for the potential اللي فيه. Of course طبعاً في LinkedIn تقدر أنك تفصل البروفايل حق LinkedIn، يفصل الديتيلز في السكيلز حقتك، البروجيكتس حقتكم اللي اشتغلتوا فيها في الجامعة، اهتماماتكم، الشهادات اللي أخذتوها إلى آخره. في الرزمي مو مرة، مو يعني أوكي you can do it، بس في LinkedIn يكون مفصل أكثر. غير كذا LinkedIn البروفايل ميزته أنه هو يكون allow other professionals مهنيين يقدروا يتعاملوا معاكم، يقدروا that you can interact with them with you and contact you إلى آخره، you can comment on each other and you can build this relationship. But CV you really can't، يعني it's good to have both. I'm not saying إنه لا أنسوا موضوع CV، لا خلوه، بس تركيزكم الأكبر لازم يكون على LinkedIn. غير كذا LinkedIn فيه يحتوي على recommendations والendorsements، وهذا هذا area جدا جدا مهم وحتكلم عنها بعد شوية. طبعا لما تكتبوا اللي هو لما تجهز your LinkedIn profile make sure إنه لا تكون مثلا، شوف في اللي هو الheadline اللي هو يكون تحت الاسم، تحت الاسم بيكون في اللي هو زي الهيدلاين كذا one sentence about you. في ناس كثير يكتبوا انه looking for a job ولا whatsoever. This is okay acceptable، بس يعني it sounds kind of desperate which is يعني we don't want to put this image to you. We don't want to associate yourself بهذه الطريقة. تقدر تقول مثلا انه انت مثلا finance fresh graduate. تقدر تقول انه what to show who you are and what you are. You can speak about your passion there or what you value the most or what will your next opportunity look like. كمثال instead of I'm looking for a job or actively applying for a job whatsoever, explain what is the perfect next opportunity for you. This is something that will add great value and will build the brand حقك. طبعاً يعني will show how unique you are. And of course هذه it could be an opportunity that to capture من ناحية الريكروتر to capture أنت إيش تدور، وفي نفس الوقت to capture the attention حقه. وهذا الشيء يعني شيء it gives a competitive edge لك like for sure. يعني من ناحية السمري كثير من الناس يسيبوا السكشن هذا فاضي أو يكتبوا مثلاً التخصص حقهم وthat's it. هذا مش مرة صح، يعني it's okay، بس الأفضل إنه تكتب مثلاً one to two sentences about who you are، بعدين three to five sentences about your experience مثلاً في الجامعة، your skills،
your key passion, ايش الاوبورتونيتي اللي انت تدور عليها. بعد كذا 1 to 2 sentences about your future goals and how other members can engage with you. كيف ممكن الريكروتر, كيف مسؤول التوظيف, كيف يقدر يوصل لك, رقم جوالك, ايميلك, send me a LinkedIn message whatsoever, you end it right there. في طريقة دائما ننصح فيها صراحة لما تيجي تكتب السمري هذه, تخيل انه انتو ما ادري if you heard of the elevator pitch or not, بس let me tell you more about it. تخيل انت دخلت المصعد ولقيت قدامك رئيس او مدير التوظيف حق الشركة اللي انت تطمح ان تشتغل فيها, قدامك من 30 ثانية الى دقيقة انك تسوق نفسك وتحاول تحجز معاه مقابلة شخصية في الفترة هذه اللي هو انت معاه في المصعد, من 30 ثانية الى دقيقة بكثير. ما عندك الا هذه فقط, بعد كذا حتتفرج وانت حتطلع دوره وحتطلع دور. Whatever الشيء اللي راح تقوله في الاليفيتر لهذا الشخص, لمدير التوظيف, هذا الشيء اللي لازم يكون في السمري. Don't sound desperate, be confident في السمري هذا, وحاول انك تسوق نفسك ومهاراتك قد ما تقدر. هذا الشيء والبوست, وحتشوف الريزولتس حقتها بشكل جدا سريع. Next, add طبعا في البروفايل حقك, من ناحية انه انت of course add اللي هو اللوكيشن حقك, add الادوكيشن والسيرتيفيكيشنز اللي اخذتوها سواء كان دورات الى اخره. اذا اشتغلت قبل كده, حتى لو اشتغلت, I know كثير من الستودنتس يشتغلوا باريستاز, لاحظنا شيء كثير من السيفيهات اللي بتجينا بتلاقوا مثلا يشتغل باريستا ولا يشتغل حتى في ايفنت في موسم الرياضه السنه اللي فاتت. added للسي في, it shows that انه انت كنت جدا اكتيف وما جلست في البيت ولا ما جلست بس كده مركز دراسه الى اخره. it shows that انه انت اكتيف بتشتغل على نفسك, حتى لو كانت فرصه وظيفيه يعني او فرصه فتره محدوده, ولا ممكن في وجهة نظركم كان ما لها علاقة. يعني إيش دخل طب البنك السعودي الفرنسي لو اشتغلت أنا مثلاً في إيفنت في موسم الرياضة 2019؟ It is related. It shows إنه أنت active. It shows إنه أنت proactive. لسه أنت ما تخرجت however بتشغل على نفسك, وهذا يعطيكم أفضلية. عاد اللي هو مثلاً skills, volunteer experience, الخبرات التطوعية ترى جداً مهمة. في بعضهم يقول غير مهمة إلى آخره. لا صدقوني ترى it shows that you are proactive, بتحاول تعطي نفسك experience وknowledge قد ما تقدروا, وهذا الشيء ترى يعطي competitive edge شوية عندكم. حاولوا برضو تضيفوا أي organization أنتم مشتركين فيها, زي مثلا Toastmasters كمثال, أو any program أنتم داخلين فيه whatsoever, just add it. It tells أي حيصير يدخل البروفايل هذا, it tells the story كذا اللي يدخل, كأنه أتخيل أن أنت your team story who is visiting, starting from your picture, your name, a headline, a summary, an experience, فين اتطوعت, فين اشتغلت, ايش الكورسز الى اخره, whatsoever. هذه الاشياء ترى it tells a story somehow, so tell your story in a smart way and make sure your story stands out. في طرق معينه يعني tips to get you noticed, بحيث انه انت البروفايل حقك يبان يعني أكثر من البقية. تدخلوا على الـ privacy settings, خلوها أغلبها public, أغلب الأشياء خلوها public إلى آخره. Who can see your connections, خلوها public. Who can see your profile picture, خلوها public. These kind of stuff, ألعبوا بها شوية. خلوا البروفايل حقكم as public as possible and as visible as possible. هذا الشيء يعني يكون جدا جدا مهم. Of course طبعا من ضمن الأشياء اللي هي very very good very very nice انه تخلوا مثلا your linkedin profile اللي هو ال url link اللي هو مثلا www.linkedin.com/ اللي هو ever بعد السلاش هذا يكون very simple و shareable, فحتى عشان لما تحطوه في السي في كده it looks neat و the person whoever the recruiter ولا whatsoever he can من السي في حقك يروح على linkedin يقرأ اكثر عنك and he knows your story. He or she knows your story. طبعاً of course you need to have tips to get noticed, and you need to be interactive, especially مع مدراء أو مسؤولين التوظيف ولا موظفين الـ HR ولا حتى مثلاً potentially your next manager.
شخص انت ممكن تحس انه انت you work under him or her, just whenever they are posting something, just comment, like, share, just to stay on top of mind. يعني without really pushing for هذا الشيء, يعني just build the relationship في البداية, let them be familiar with your face, with your profile. هذا الشيء يساعد. في النهاية you are building a connection, or in other words you are building your way into the organization. Be active قد ما تقدر في لينكدين. ترى هذه it really helps. طبعا when speaking of active, في شيء لازم that you have to know, اللي هي ال content guidelines على لينكدين. لاحظ انه مثلا كثير من البروفيشنالز, especially مثلا الناس اللي هم ما هم متعودين, يدهم ما تعودت على لينكدين, كثير منهم بيجيبوا العيد لمؤاخذة. يعني they are posting stuff that are يعني irrelevant, posting stuff ما له علاقة في لينكدين. أشياء لها علاقة ممكن لإنستغرام, لسناب شات, لواتساب, لواتسوإيفر, أي بس ما هو مناسب للينكدين. خليني أعطيكم مثال بسيط من ناحية الكونتنت جايدلاينز, كيف المحتوى حقكم لازم يكون في لينكدين عشان يكون شكلكم مهني, وعشان تنعرفوا قدام مدراء التوظيف ويبدأ الناس يشوفوكم أكثر. فخلينا نأخذ موضوع بسيط اللي هو الكافي, الكافي on social media. خلينا نشوف مثلا القهوة, which is a very simple topic. How do you talk about it? How you address it on social media? For example, Facebook, تقدر, it's all about I like coffee, for example, لأنه كله about fan pages إلى آخره. Snapchat, however, in the other hand, you can watch me drink coffee. عادة تأخذ سيلفي وانت بكاس القهوة, ولا صور كاس القهوة حقتك, whatsoever. Instagram is different شوية. إنه it's all about here is a cool photo of my cup of coffee. يكون صورة كذا وضايف عليها فلاتر, you post it. عادة Instagram حصوا فيها صور مرتبة, يعني أرتب من الصور يعني واحد من الصور الموجودة في مثلا Snapchat كمثال. Pinterest, it's all about infographics إلى آخره. So it's all about here is a great way to brew coffee كمثال. WhatsApp, عادة تدخل جروب الواتساب تقول anyone wants to grab coffee, إنه تدخل كذا أحد يبغى قهوة يا شباب ولا whatever. Usually هذا الكونتنت على حسب الشانل, حسب السوشيال ميديا اللي تستخدموها. خلونا نطالع في لينكدين. لينكدين مختلف شوية صراحة. يعني في لينكدين إذا بتكلم عن القهوة كمثال, which is نفس الموضوع, نفس التوبيك اللي هو كوفي, بس لقوا يختلف تماما جدا عن هو ال عن 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 الباك شانلز اللي قلتها. سو اول شيء اللي هو ام لوك فرانشايز اور كوفي شوب. مثلا انت يكون عندك كوفي شوب, صاحب مقهى حاب ان تعطي فرانشايز, تعطي مثلا صاحب امتياز انه هو يشتري علامه تجاريه ويتاجر باسمك كمثال. ثاني شيء اللي هو I'm looking for a job at a coffee company. أنت تبحث عن عمل, تتكلم عن أنت مهتم في العمل في أحد شركات القهوة كمثال, مثلا إذا لكم كافي شوب ولا شركة مبيعات تبيع بن ولا إلى آخره. ثالث شيء تقدر تتكلم عن اللي هو I have 3 years of experience making coffee. So, بشكل عام في صناعة القهوة. تقدر تتكلم عن السكيلز, مهاراتك اللي طورتها خلال 3 سنين الخبرة في صناعة القهوة, إنه what are the best practices or best ways, what are the best way to brew coffee, أو حتى ممكن تبيع القهوة, سواء اشتغلت كباريستا, سواء اشتغلت whatsoever, إيش ما كان. You can speak about the skills, تكلم عن مهاراتك, أتكلم عن الأشياء هذه, كيف أنت يعني كيف انت تسوي القهوة from your perspective, وحاول تفيد الناس اللي عندك. اخر شيء ممكن تتكلم عن انه here are three recommendations from former coffee shop colleagues. مثلا تاخذ توصيات جاتك من زملاء في الكافي شوب اللي كنت شغال فيه وتكلم عنها, وحتى ممكن تحطها في your LinkedIn profile. So زي ما انتم شايفين المحتوى الموضوع نفسه اللي هو القهوة, however it's totally different. كمثال لو اخذت حق الواتساب حطيته في لينكدين حتبان انت شخص غير مهني ابدا. اخذت حق السناب شات حطيته في لينكدين غير مهني ابدا. نفس الشيء انستغرام ولا فيسبوك واتسوايفر, الناس حياخذ عندك انطباع جدا غير مهني. فاتمنى تكون وسط الصوره هنا تكون واضحه, يعني تكون فيري سمبل, يعني وسهلت لكم اياه انه كيف تتفاعلوا على لينكدين, لانه صدقوني لينكدين حيفتح لكم فرص جدا 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 كبيره.
أنا كمثال أنا أشاركم من خبرتي أنا، يعني خبرة المحدودة الشخصية هذه. أنا وظيفة البنك السعودي جاتني عن طريق لينكدين، أنا يعني جاتني رسالة عن طريق لينكدين because I'm active وI'm connected. جاني رسالة من مديري الحالي إنه أوكي I saw your profile، شفت إن أنت active في الأريا هذه وتكلمت عنها، وبس حاب مكالمة، حاب أتكلم معك جوال، أبغى أفهم منك أكثر ونشوف منها let's go through the interview. بناء عليها I got this job. نفس الفرصة اللي جاتني في شركة لينكدين، لينكدين نفسه اللي هي شركة الأم، هذه اللي جاتني بنفس الطريقة. أنا كنت قبلها active في لينكدين، I was very active وكنت بنزل أشياء كثيرة وزي كذا، كنت كان مجالي في التوظيف إلى آخره. بناء عليها تواصلوا معي لينكدين الإدارة الأم، كلموني أوكي كم join our organization. The potential is limitless there if you are using it بالطريقة الصحيحة. إذا أنت you're highlighting yourself as a professional، بتتواصل مع الناس الصح بالطريقة الصح، صدقوني الـ opportunities حتجيكم، يعني إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعده، it will come to you eventually. It's all about how you built your personal brand وكيف تبني اسمك as a fresh graduate. Speaking of اللي هو الكونكشنز، 50% على كلام لينكدين، 50% من التوظيف بيصير من personal connection، من معارف شخصية. في كثير برضو من الناس يشوف انه this is something negative، انه اوكي هذه واسطة. No, it's not. مو شرط بالضرورة يكون واسطة as it is highlighted negatively. A personal connection could be developed without actually انه يكون someone who is I would say that related to you or whatsoever. It could be because of a connection that you have built. بسبب علاقة انتو بنيتوها عن طريق لينكدين مع الشخص المناسب. So the power of networking، قوة النتوركينج في لينكدين، فعليا تقدر توصل لأي شخص في العالم ولا أي شخص في أي شركة تبغوها. كمثال نفترض انتو تبغوا توصلوا اللي تبغوا فرصة في مثلا نفترض السعودي الفرنسي كمثال. الآن تقدر مثلا تواصل معه اللي هو الفيرست ديجري مثلا اللي هو مدير التوظيف. اذا مو عندكم مدير التوظيف تقدر تتواصل مثلا، عندك تعرفت على احد مثلا في قسم علاقات الشركات اللي هو فيرست ديجري، وهو ممكن يوصلكم لقسم التوظيف. فيعني والكونكشن هذا انت اكتسبته مو بسبب قرابه ولا بسبب صداقه ولا واتس ايفر، لا بيكوز اوف الكونكشن اللي انت اكتسبته عن طريق لينكدين. يو نو سام ون، اتعرفت على شخص هذا الشيء. كيف تبني النتورك بشكل بسيط؟ كيف تبني شبكتك؟ كيف تبني كيف تبني اللي هو علاقاتك؟ بشكل جدا مبسط، تدخلوا على السيرش، تحطوا اسم الشركة اللي انت تبغوها في اي مكان. نفترض تحط اسم الشركة نفترض بنك السعودي الفرنسي في السعودية، دور لي الى السكند ديجري كونكشن، حيجيكم كل الناس، ومن هناك ابدأوا ابنوا اتواصلوا معاهم وابدأ ابني الكونكشن. سواء من هنا بشكل جدا بسيط، فعليا تقدر توصل لاي شركه لاي شخص اي مدير في السعوديه. فشيء it's a very simple، you build your own connection بالطريقه البروفيشنال الصح. ومنها نفترض انه انت لما تيجي ترسل تدخل على الكونكشن، تبغى نفترض وصلت لمدير التوظيف، تدخل على بروفايله تطلب كونكشن منه اللي هو اضيف لهذا، ووقت في الكونكشن هذا في الانفيتيشن حقتك تكتب له مسج بسيط، انه شيء بسيط انه مثلا you always add personalized message، حاجه خاصه فيه to make it clear why you are reaching out either for an opportunity or either انه انت مهتم انه في يوم ما تشتغل في يوم ما تشتغل في الشركه هذه، فحاب نفضل على تواصل لانه ممكن يكون هذا زميل مستقبلي الى اخره. مو شرط يكون مدير توظيف، ممكن يكون اي احد. منها تبني الكونكشن هنا جوا المنظمه اللي انت تبغاها، ويو بيلد يور اون نتورك بالطريقه الصح بطريقه بروفيشنال. طبعا لما تستخدم النتورك هذه عاده اوكي يو كان مسج ذم، ترسل لهم رسائل على اللي هو دي ام بروفيشنال دي ام مسجز، يو كان اسك فور انفورميشنال انترفيوز. مو شرط مثلا يكون في وظيفه، يقول بس انه حاب اتواصل معك، حاب انه مثلا كول من 10 الى ربع ساعه، مثلا من ربع ساعه الى نص ساعه نتكلم شويه ندردش، بعرف ايش بعرف اكثر مثلا عن المنظمه عن شركتكم الى اخره، واشوف مبدئيا يعني ايش الفرص الموجوده.
you can ask for that. You can request for referrals. وكان مو هو مدير التوظيف. معلش قول لي ممكن توصلني لمدير التوظيف وأنا I'll take it from there. خليه هو اللي هذا الشخص اللي ما هو في المدير التوظيف يوصلك لي مدير التوظيف وأنت أبني طريقك من هناك. You can request for recommendations. أسأل أطلب توصيات من الناس اللي أنت تعرفهم بشكل مباشر. And of course, add value and engage. How you can add value and engage. مثلاً هم whenever they write posts or whatsoever, you can comment to their post and أو تتفاعل معهم إلى آخره وتقول رأيك وهذا الشيء راح يضيف لك ويضيف لهم of course. طبعاً when you ask for informational interviews تقدر تقول مثلاً نفترض أنه هذه Erin King for example هي brand communication director في شركة اسمها Reunity هذا كمثال لو تلاحظ أنه مثلاً كيف كيت أرسلت لها مسج كتبت Hi Erin, I'm currently exploring careers in communications and I admire your experience and accomplishment in the industry. I'd appreciate the opportunity to hear about your career journey. Would you be available for a 20-minute chat over the phone or in person in the next few weeks. I look forward to hearing from you. So بشكل غير مباشر يعني طلبت المقابلة شخصية دخلت بروفايلها شافت انه هي عندها هي مهتمة في يعني هي مهتمة تشتغل في جهة في الوظائف اللي لها علاقة بالكوميونيكيشنز دخلت على الدايركتور اللي هي someone very senior قالت انه اوكي ابريشيت انه شفت الاكسبيرينس حقتك في الاندستري وصراحه جدا رائع حاب اسمع منك عن الكارير جيرني واخذ منك نصائح وبشوف كيف ممكن لو في جوب كارير اوبورتونيتيز الى اخره سو الانفورميشنال انترفيو الانترفيوز هذه هدفها اول شيء جين ادفايس اون يور كارير باث ممكن هذول يساعدوكم على تخطيط توجهكم فين تتوظفوا ثاني حاجة تعرف أكثر عن الاندستري أو المجال اللي أنتوا مهتمين فيه ممكن برضو تتعرفوا أكثر عن الشركة اللي أنتوا مهتمين تشتغلوا فيها إيش ما كانت الشركة وفي نفس الوقت أنت بنيت اسم جدا بروفيشنال قدام الشخص السينير هذا لما تبني اسم على طول لما مجرد ما تجي وظيفة عنده أوه فلان كلمني خليني أوكي أتواصل معه الشخص أنا كلمته كذا ولقيته جدا كويس بروفيشنال محترم let's interview him بشكل مباشر حتى لو ما كان في وظيفة حالية بس لما تفتح زي ما قلت لكم they will consider you guys طبعا when you request for referrals تقدروا مثلا من الconnections اللي عندكم نفترض انه تواصلتوا مع شخص ما هو مدير الوظيف بس however تقدروا مثلا زي ما سوت كيت هنا مرة ثانية انه hi Seth hope you are doing well I saw that Affix this is hiring a communication specialist, and I'm very interested in applying this role. Seems like a great fit for me because it needs a self-starter who can operate within a complex environment. Would you be willing to share any information on the position, the team, or what they might be looking for in a candidate? I'd be greatly appreciative. Let me know if you have any questions about my experience as it relates to this role. So هنا زي ما شفتوا هنا تواصلت معها كيت تواصلت مع سيث. She mentioned why she is interested in the role itself, and she asked also for a referral. إنه هي توصل البروفايل حقها للشخص المناسب أو حتى ترتب يساعدها في ترتيب مقابلة شخصية. So حوالي 60% من الموظفين بشكل عام at least they referred someone to work at their company. So this is really increase your chances. And this is what I mean by having the connection to work for you and to support you and having the the connection in the right approach بطريقة جدا professional. Yeah. So نجي اللي هي اللي بعد إنه أوكي الآن أنت بنيت الconnections إلى آخره نجي اللي هي how to apply for jobs على LinkedIn. So أول شيء في الجوب سكشن تلاقي اللي هو update your job seeking preferences إنه أنت تقول في اللي هو ال preferences حق ال job seekers بتلاقوا في اللي هو مثلاً إنه أنت بتدور مثلاً وظائف في finance entry role في البنوك كمثال. أو في مثلاً أو تبحث مثلاً عن وظيفة معينة
او مثلا في شركه معينه انت بالذات الشركه هذه حتشتغل فيها، ممكن تدخل على صفحتهم الرسميه تعمل لهم فولو وتشغل الجوب اليرت، عشان بمجرد ما يفتح اي وظيفه انت بتجيكم اللي هي الاليرتس هذه، وتكونوا اول باول عارفين ان الوظيفه هذه موجوده. ريفيو برضو اللي هي الجوبز يو مايت بي انترستد ان، هذه ريكومنديشنز عاده تجي حسب الالجوريثمز حقت لينكدين بناء على بروفايلك والانترست حقك. And of course, apply responsibly. Whenever you apply, لا تقدم على كل الوظيفة على كل الوظائف سواء هي ما كانت لأنه ممكن بعضها يكون not relevant. كمثال يعني شركة تبغى تدور على senior manager ولا director ولا حتى CEO and you apply for it and you listen to you're a fresh graduate. Of course, they will not consider you. Apply for the entry role positions. Be responsible. في النهاية this will hurt your image, this will hurt your brand, this will hurt your name as well. When you apply the jobs انت ما انت relevant لها وهي هو مكتوب واضح في الديسكريبشن لها ان هم يبغوا 5 سنين خبره، لا تقدم عليها. Don't apply to it. Apply the jobs اللي هي لها ذات العلاقه. I think that's now I'll skip هذا اللي هنا. I spoke about this. Yeah, I think I'm done here. I'll leave the questions for you. يعني let's I'm happy to answer any questions that I might have. Although that the session كانت من 4 to 5 بس I took 15 minutes more than I should and my apologies for that. So thank you for your time. The floor is all yours and mic عندكم الآن. بالعكس. Hi. حسينا أن الجلسة كانت بسيطة وسهلة. قبل ما نأخذ أي سؤال حاب أنك لو سمحت توضح GPA أو الأشياء هذه اللي يعني تساعد الطلاب في التقديم. هل في عندكم متطلبات معينة على أساس الطالب يحمل حسابه في التقديم في بنك سعودي الفرنسي؟ وهل كل تخصص له يعني GPA معين ولا موحد عندكم التقديم؟ أوكي، من ناحية الكوأب ترينيز، كوأب ترينينج عندنا ما هم جدا مربوط بالGPA معين، أكثر من أنه الانترفيو هي اللي تفرق. اوكي هذا اول شيء. بس من ناحيه البانكر بروجرام لا، هذه يعني بالقليل. انت الجي بي اي عندكم من 4 ولا من 5؟ من 4. من 4 عاده البانكر بروجرام يبدا من 3 من 4، يعني اقل من 3 من 4 عاده وي دونت كونسيدر. بس صح انه عندنا مثلا في الكواب زي ما بلغتك انه الجي بي اي كايند اوف فلوس شويه، بس عاده نعطي الاولويه للهايست جي بي ايز and we go down until we fulfill the roles. This is how we do it usually. والتقديم كله عبر اللينكدين عن طريق فرنسي كارير، بس حتى برضو في اللينكدين احنا بنفتح حتى الوظيفة. بس هو افضل شيء اللي تبغى شيء جدا فوكست، ادخل على فرنسي كارير بتلاقوا الوظائف يعني بشكل شبه اسبوعي بتتحدث. طيب يا استاذ انا عندي سؤال. تفضل. زاد فضلك. الحين بالنسبة للفريش جراجويتس عندكم يعني you should consider بس الجي بي اي 3 وفوق؟ هذا للفريش جراجويت بروجرامز اللي هو yes. زي البرامج اللي هي مثلا اللي يكون مدته سنة سنتين أو تقريبا، وعادة تكلفة التدريب في يكون جدا عالي، والترينينجز حتى اللي فيه تكون شوية complicated. هذه عادة يكون yes 3 sometimes ينزل مثلا إلى 2.75 and above، بس usually we give the priority the highest يعني. أوكي. إحنا عادة مثلا في الفريش مو مقاطع الكلام، بس عادة في الفريش graduate programs هذه yes usually عندنا زي مثلا البانكر program هذا اللي إن شاء الله حنطلق في بداية السنة، هذا طبعا برنامج سنوي بنسويه. البانكر فكرته انه اول شيء يعني في تو فاكتورز للتقييم او للقبول. اول شيء طبعا عندنا اللي هو الجي بي اي ما يقل عن 2.75، بس الافضل انه يكون يعني we'll give the priority for 3 and after and above، بس we'll also consider من 3 الى 2.75. وفي نفس الوقت في عندنا اللي هو الاختبار،
اختبار you have to score يعني will pick the I would say top would say people اللي جابوا في الأعلى score. May I have the question please? Yeah. بس باقي لي سؤال إذا سمحت. بس باقي لي اسمع ليش. طب الحين أنا مريت على أكثر من موقع بالنسبة للبنوك وبعض يعني في مواقع حاطين على طول instead of searching for the job زي الانتري ليفل اللي قلت عليه انت they put that and they put the site for the fresh graduates اصلا فالجوبز اللي موجوده for the entry level is it going to be considered with the fresh graduates ولا شلون ولا program ولا it's going to be just applying for the direct job اذا فهمت قصدي اتمنى انك انا حجاوب بعدين قول لي اذا جاوب سؤالك او لا اوكي سو عندنا اوكي انتري ليفل ات مينز اولسو ات كونسيدرد فريش جرادويت اسمحوا لي بس انا جاست جيف مي 15 سكندز وارجع وحرجع لك يا اخت بيان واخ فيصل اي نيد تو بلج اللابتوب في الشاحن اسمحوا لي بس تجيب الشاحن وارجع اوكي ايش تك يور سان اوكي رايت معليش مره ثانيه لا عادي بالعكس مشتاقة. I really appreciate the Yamama University's efforts. This is still an amazing meeting. I graduated from 2012 and I never heard this before I joined before I did my co-op at الأول بنك. So this is so helpful. شكرا شرفتيني اليوم بحضورك. أهلا فيك. ايوه معاكم دقيقة خليني بس اتأكد لا تمام شبابي ثواني ايوه العذر والسموحة طيب اوكي ارجع لي اوكي في عندنا فيصل اتوقع جوابتك اللي هو بخصوص الانتري ليفل ات مينز ايش عندنا ايش من الفريش جرادويتس other employers at depends هم what do they mean by entry level بس most likely you بيكون fresh graduate في بعضهم يقول لك لا من سنة إلى two years experience اعتبروها entry level but it depends عندنا entry level means fresh graduates تفضلي بيان كان عندك سؤال أي banking programs are limited for a specified age صح ولا لا what do you mean limited for قصدك يعني بس للفريش جرادويت صح بس للفريش جرادويت yes indeed why لانه it's designed the whole program is designed for fresh graduates انه someone with zero experience this is the design of the program for it is fit for fresh graduate اذا جاء احد اكبر من fresh graduate it wouldn't be fit for it Did I answer the question? طيب, why do judge people based on their history? يعني ليش based on the GPA? يعني ليش في GPA? يعني هذا الشيء يخلي الوظيفة محدودة. Yeah, نحن عادة GPA هذا يحكم في النهاية is just an indicator for us to see if they are fit or not. يعني we see it as an indicator. نايتر especially مثلا الفريش جراد البروجرام يعني عندنا اتس يعني I can tell you الانرولمنت فيه is a bit complicated is a bit يعني عندنا اللي هو اول فيرست لانه عاده سنويا بيجينا فوق ال يعني I would say فوق ال 2000 الى 3000 ابلكيشن عليه ف اتس هارد فور اس انه نحن نطالع على كل الابلكيشنز other than انه نحن الافضل ان احنا اوكي وي لوك ات ذا توب جي بي ايز از جاست تو سيف اور تايم لا نطالع على اعلى الجي بي اي ستارتنج من 4 وننزل الى 3 اذا شفنا انه لسه ستيل وي نيد وي جو داون الى 2.75
طبعا. وغير كذا لانه كمان the whole process of it من 2000 ل 3000 اللي بيقدموا ترى we only pick 15 تقريبا 15 to 20 people maximum usually هذا ف for us انه نحن من 2000 او 3 اللي بيقدموا عشان نختار نحط شويه معايير صعبه او معايير مو بس الجي بي اي حتى في عندنا اللي هو الاختبار الاونلاين assessment which is it's not an easy one honestly speaking. وفي كمان انترفيو مع الاتش ار وفي عندنا انترفيو بانل انترفيو في كمان ان هاوس اسسمنت 3 ايام تجربه في الاكاديميه عندنا اختبارات اللي هي في منها سبيكينج في بعضها بروبلم سولفينج الى اخره بيجوا عندنا في الاكاديميه ومنها الناس اللي بيعدوا بنصفه من 3000 الى 15 تقريبا فيوجوالي ذس از واي نحن محددينها بالذات عشان نقلل العدد بس عشان نكون برضو فير شوية. Okay, thank you. Welcome. Any other questions? Yes, Sahala, I have a question. If yeah. I have any permission to start. First of all, Sahala, I would like to congratulate you for attending this presentation. Indeed, it was really very informative, very eye-catching for all the introduction and the basics you gave for the LinkedIn profiling and the edits we all need. Sarah, and I think it was very, very important and you did a great job. Congratulations on that. Thank you. Sahil, I have a question with regards to the applications while you were discussing about the career panels and all the job postings that you guys have posted on the website mm-hmm. for Fransi Bank. There are a few posts which date back to 3 to 4 months. And yeah. They are for maybe like mid-career or high-level positions, for example, relationship manager, priority banking, mm-hmm. for EDS branch as well, considering the city Riyadh. Yeah. So I want to know if I can, or am I in a position to apply for these postings? I think it's like 3 months ago, maybe we might be accepted or shortlisted. I have a question with regards to this. Okay. First of all, thank you, Nawal. No, Sahin. Thanks. You did a great job. Mashallah, you did a great job. Allah يعطيك العافية. So, Nawal, the job هذا اللي هي مفتوح من 3 to 4 months تقريبا. Is it? Utilient is some entry level or senior level? Sorry, معلش. Some of them are for entry levels. Some of them are for mid career levels. It depends. Okay, so for the entry level, yes, you could definitely apply for it. But for the mid-career level, I don't think that's eligible for it. Mm-hmm. But entry level, definitely, you feel free to apply. Relax. And some of them are also. And some of them are for management also. Like, for example, senior officer, operationals. Why am I asking this question, Sahil? Is because I graduated from Yamama in 2018 for the bachelor's. LLB and now I am doing a master's from Syracuse University which is in association with Yamama so it's a dual program going on for bankruptcy and fraudulent cases experience for 4 years that's why I was asking if I am eligible to apply in the procedure because you were discussing with Bayan as well you guys have like 1,000 to 2,000 applicants applying almost on a daily basis for but getting shortlisted and calling for an online assessment and interview you know I wanted to know the whole procedure if I would be eligible or not because I'm really interested to be part of your family that's why I'm asking this question. Relax, جميل 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 جدا. Yeah, you, of course you're also eligible for it. By the way, I'm just want to highlight something. And on top of your point, of course, you could apply the job. هذه definitely that's for sure. يعني you graduated 2018. حاليا you are doing your master's. But are you currently employed or unemployed? Yes, I am employed. I'm a legal. Yeah, I'm employed. Okay. Go ahead. Sorry, with who? With the TCS and also for Ali Nizilo firm. Like I'm also freelancing and doing a job, a full-time job at the moment. Definitely. So mainly you have like 2 years experience and also working with your master's degree. That's great. Relax. We have no issues. No issues there. Okay. So بخصوص اللي هو master's degree. Okay, I need to clarify حاجه بس something that ممكن might be misunderstood شويه اللي هو بخصوص البانكر بانكر بروجرام هذا توضيح للاخت برضو
برضو for بيان as well. البانكر ترى في عندنا alright it's eligible for الخريجين البكالوريوس وخريجين الماسترز as well. الماستر الخريجين الماسترز we will also consider them as fresh graduates. however their patch مثلا their benefits and package will be a little bit higher than يعني حيفرق بيفرق عن الباتشلر يعني في فرق في الراتب في فرق في البنفيتس في فرق في البونس في فرق في الاشياء هذه it's different for sure. yeah and even if it was مثلا let's say up to 1 year experience تقريبا that's also acceptable for the bankers. That's kind of acceptable. And in some cases, if they really scored very high for the exams, حقتنا. Yeah, of course. Which is totally fine. But actually, we accept. We were in the actually the previous batch, in اللي هم اللي جونا في عام 2019 last year. Out of the I would say 14 people, 14 employees who joined us, I think four or three of them were master's graduates. يعني ما صح دخل البروجرام with the الناس اللي هم مع الباتشلر however their package was a bit higher and also بعد الجرادويشن they got something higher at the end ما شاء الله. so in both ends yeah we consider the master's degree. ف case we would have to apply for the banker program as well or no we would be exempted for that. You would be eligible for it بالعكس yes apply for the banker program why not. A banker program is so promising, I would say. يعني عندنا أكثر من chief, أكثر من head في البنك من خريجين البانكر بروجرام. صار لهم career progression جدا سريع وجدا عالي in a very short period of time. يعني for example my manager اللي هو head of recruitment, head of recruitment and talent mobility. هو أحد مخرجات برنامج البانكر تخرج خلص البانكر 2 years تقريبا يلي بعدها a third year doing the job اللي هو شغال فيها بعدها السنة الرابعة صار head وصار تحته في 3 managers وتحت 3 managers في صار تحته عنده team كبير. So البانكر program في عنده potential جدا عالي جدا جدا عالي and it's actually our flagship program وكل يعني the I would say أفضل program موجود عندنا حاليا. So Sahel, if I apply for one of the posts right now on the portal right now, and if I don't receive any reply or email, is it okay for me to come to the headquarters? Where would I find you guys? Your contact, or are you guys available in King Abdullah Financial District, or where exactly? Okay. So first, when you apply, you'll always get a reply. يعني at least the automated message. Thank you for applying. إلى آخره. Usually. But nothing after that. But I wanted to confirm. Okay. All right. So نحنا okay. Let's be fair and true to ourselves. شوية. Sometimes okay. Let's say you applied along with other let's say job قدم عليها like 900 people. Of course, نحنا will send. The email will be sent out to all the 900 people automatically. Of course, we won't be calling all 900. That's the logic, يعني, for sure. However, نحن what we have, عندنا system, the iRecruitment system that we are using, it automatically shortlists the most fit candidates اللي هم I would say we would call them 100% fit first. So من 900 هذول for example they will the system will shortlist I would say 20 في البداية or 10 to be realistic 9 to 10 people realistically speaking. We'll call them we'll see whoever fits إلى آخره إذا هذول ما كفوا so we'll move to 80% match then 70% match إلى آخره. So this is why sometimes the process we don't receive the call, but eventually, يعني if the position is, I would say, is fulfilled, is closed,
you're automatically receive an email من عندنا إنه thank you for applying إلى آخره. The position has been fulfilled for someone else. بس you're يعني I don't really advise صراحة to any you're more than welcome to visit our head office. Our head office is not in the King Abdullah Financial District. هو ترى هناك ما في إلا بس سامبو. نحنا في منطقة الوزارات في المعذر شارع اللي هو الملك سعود في نقول نص الرياض أو بداية جنوب الرياض كده يعني أو يا نص الرياض بمعنى آخر. You're more than welcome to come, but I don't really advise صراحة. يعني you'll come, okay, then what إيش حتسوي؟ تجي حتقدم CV اللي هو موجود electronically already عندنا stored, هتقدمي manually. بيكون إحنا already في عندنا خلاص the pipeline, we are in the process machine. So yeah, you're more than welcome. حياك الله تجي تشوف المكتب كل حاجة, بس it's gonna be the same. يعني we don't promise you. يعني for us, it never happened إنه أحد we gave an advantage to someone because he came. Did I answer your question? Yes, Sahal. Thanks so much. Thanks so much for your service. You're more than welcome. Any other questions? أي سؤال آخر؟ سؤال من الأخ تركي. أتوقع قاعد يسمعنا الحين. بخصوص إن GPA حقه شوي متدني. يعني أشياء تصير للطلاب الجامعيين اللي يضطر إنه يحذف ترم أو إنه يصير له عائق معين من حالة اجتماعية أو حالة عائلية. يعني هل هذا يعني لو قدم عليكم ممكن تقبلوه؟ والسؤال الثاني مني أنا, إيش النوع يعني الانفورميشن اللي تحتاجونها في الاختبارات لو يمديك تفيدنا ولا شيء, على أساس إنه نحاول نجهز نفسنا قدر المستطاع؟ تعرف أزمة كورونا يعني جت وجابت عيدها معاها, ف داخلين عليكم نقول بسم الله. Yeah, okay, very 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 good question. Alright, so عندنا اللي هو alright من ناحية الجي بي اي اللي كان low شوية كذا. Yeah, they can apply على الجابز الموجودة, الفرص اللي هي full time. Yeah, that's sure. يعني no worries. يعني some managers موجودين عندنا, يعني نحن ك HR ما نحطه كبارير, بس some hiring manager مثلا مدير قسم مثلا يقول لك لا انا ابغى احد مثلا فريش يكون بجي بي معين, فهذا ديبيندز. يعني اتس نوت شوي يكون فيها سبجكتيف, بس مبدئيا على الجوبز الموجوده وي دونت ريلي لوك على الجي بي ايز بشكل اساسي. However, what we can do in بس من ناحية اللي هو الفريش جرادويت بروجرام زي البانكر, لا للأسف هذا something that is mandatory. طبعاً yeah, ومن ناحية الاختبارات الموجودة عن إيش اللي هي زي مثلاً اللي هي تابعة للبانكر, لا يعني mainly تتناول أي مواضيع؟ is it like accounting, financial, finance, إيش المحتوى حقها؟ يعني إيش اللي تنصحها فيه؟ يعني إحنا نعتبر أخوانك, لأن ما أبغى أقول أخوك الكبير ما شاء الله باين عليك شباب ومن عمر, لكن من ناحية إن الأشياء اللي ممكن نتدرب عليها أو يعني نزيد قدرتنا إن يعني إتقانها في هذه المواضيع ونجيكم. Okay, very very good. So عند الاختبار الأونلاين ما بيعتمد على تخصص معين. يعني ما هو مثلاً يغطي finance or accounting or whatsoever. لا, هذه مش ما نطالع في التكنيكال سايد. نطالع it's more of هو تقدر تقول mix ما بين IQ plus اللي هو psychometric أو behavioral test. إنه what would you do مثلاً in certain situation, for example. إذا مثلاً في صار في التيم كونفليكت معين, إذا ما ناس مثلاً ما هم ماسكين ماشيين على
certain trend مثلا إلى آخره. What is the best approach؟ بناء عليها نفهم ال behavior وال logic thinking للموظف أو لل fresh graduate. So كل most of the questions are subjective. بس هذه كلها ال questions are subjective وال logic وال الموجودة في بعضها أسئلة IQ. Yeah, there would be ما هي multiple choice. في واحدة من إجابة صح. بس منها هذا في scoring system منها to understand إيش ال behavior, إيش كيف ال leadership, هل هذا الشخص قائد أو لا, is he or she a leader, هل هو problem solver, a solver, ولا هو مثلاً إيجي problem أو مشكلة أو conflict whatsoever يروح يشتكي لمديره ولا يروح يشتكي لمدير الشخص. So the is just understanding an assessment هذا اللي هو to understand كيف الاناليسيس عنده وكيف البيهيفير عنده. في اشياء اللي هي مثلا ريزنينج, يجيب لك مثلا بروبلم معينه زي اي مثلا بروبلم معينه يقول لك اوكي ايش الريزن بيهايند ذس بروبلم, وات از ذا ريل بروبلم هير, اوكي, وشيء يكون شيء جدا جنرال يعني ما يبغى له لا مذاكره ولا يبغى له اي حاجه, تدخل انت واللوجيك حقك فقط. So I would say هو اختبار زي اختبار القدرات اللي في القدرات اللي قبل الجامعة, بس إنه شوية كان more complicated I would say. Okay. So, yeah. أي أحد من الحضور عنده سؤال استفسار يتفضل. يلا أنا عندي سؤال أخوي سهل. تفضل أخوي عبد الرحمن. بالنسبة للتخصصات في البنكر البروجرام حقكم ما علمتنا هل في تخصصات مطلوبة ولا؟ جميع التخصصات. جميع التخصصات يعني من غير أي استثناء. جميل. إيه يعني أنا أعطيك مثال اللي عندنا في أحد الشيف إنفستمنت أوفيسر اللي هو رئيس الاستثمار عندنا في البنك الأستاذ عادل ملاوي, هو أحد خريجين برنامج البانكر هذا, بس هو دخل في التسعينات تقريبا. طبعا رئيس الاستثمار هذا تخصصه فيزياء يعني بس بقول يعني. Which is someone very senior تخصص فيزياء ما له أي علاقة في البنوك. However he got accepted لأنه عدى requirements حقتنا. So أي yes إيش ما كانت تخصص finance accounting mathematics physics chemistry biology حتى لو engineering whatsoever إيش ما كانت تخصص, لأن هذا البانكر it's all about are you a leader, can are you a problem, are you a problem solver, can you handle complex projects. هذه يعتمد عليها. بعدين التكنيكاليتيز هذه حيكون في تدريب مكثف خلال السنتين هذه او خلال فترة البرنامج هذا, تدريب مكثف جدا حيعلمك البنك من الى ايش ما كان regardless ايش ما كان تخصصك whatsoever we don't look at that. أكيد, بس هل في ريشيو الآن تقدر تعطيني إياه بالناس من ناحية الحين عندك 20 واحد يدخلون سنويا من بين 3, هل في ريشيو لتخصصات موجودة قدامك؟ ما عندي المعلومة الآن, بس موجودة عندنا المعلومات بس ما عندي الآن, بس estimation what I know. okay what I know مثلا okay أنا حقول لك من الأشياء اللي أنا معلومة اللي موجودة عندي يعني الناس اللي حاضر مثلا okay مثلا احد الناس اللي دخلوا البانكر واحده منتشو اتوقع من ما نمتكن من اي جامعه بس خريجه لغه فرنسيه اللي هو ليتش ارتس اند ليتريتشر او شيء زي كذا, بس كان جي بي اي عالي وعدت الاختبارات, جي بي اي حقها كان جدا عالي وعدت الاختبارات, وهي شيز البيرسوناليتي والبيهافير حقها جدا رائع. ونحن من ناحيه التكنيكال من ناحيه اللي هو كيف هاو البانكينج وركس, ذس از سمثينج ذات نحن دورنا كبنك نحن ندربه. في ناس اوكي كثير منهم فاينانس, في كان عندنا اندستريال انجينيرز, في عندنا اكاونتنج فور شور, ماثيماتكس, ستاتستكس, يا اي ثينك مينلي هذه التخصصات اللي انا على درايه عنها صراحه, لان السنه اللي فاتت وقت اطلاق البرنامج انا ما كنت موجود, بس however قابلت بعضهم يعني اللي شد انتباهي صراحة اللي هي خريج لغة فرنسية, اللي هذا الشيء اللي أنا for me كذا اللي okay oh fine, بدل ما I ask طلع إن الموضوع it's all about the behavior, someone fresh
who can lead, who can solve problems and lead complex projects. Mainly, it's all about managing your how you can manage yourself properly and كيف البيهيفير والاتيتيود حقك. والاختبارات اللي عندنا تبين if you are eligible or not, other than the GPA. GPA is just the first line. So تخصص يعني التخصص it wouldn't is something that we بالذات في البانكر we don't look at وما يعني it's something that it's good to have if you are finance or accounting but doesn't عادي الكل مقبول عندنا صراحة يعني كل التخصصات نقبله أهم شيء إنه they are fit ل the requirement حقتنا. بالنسبة لل age group هل في عمر معين حتى لو إنه خريج ما تقبلونه؟ Very very good question. صراحة ال I need to ask about this honestly speaking. But I don't think it's an issue as long as إنه okay ما تخرج ما عدى على تاريخ التخرج حقه أكثر من سنة سنتين يعني أكثر من سنتين I think it's an أكثر من سنة I think it's an issue. I think if I'm not mistaken. أتوقع إني أنا فهمت سؤال الأخ عبد الرحمن أوضح منك أخ سهل. هو أقدر أشوف زيادة. أقصد عمر الخريج نفسه هل مهم؟ هذا هو السؤال. سوري عمر الخريج تقصد؟ إيه نعم يعني في ناس ما كملوا الجامعة على طول في تأخروا سنتين سنتين إلى حد ما يعني تخرج عمره 26 27 هل هذا يعتبر خريج عندكم ولا لازم ولا في ريكوايرمنت ما لازم يعديها؟ تعطيني 10 سكند وارجع لك. خذ راحتك. ثواني I need to ask وارجع لك just عشان اعطي عشان ما ابغى اجاوب اجابه خطا just a few seconds معلش. خذ راحتك. اسمعني ايوه كويس طيب ممتاز ممتاز طيب اوكي سو سالت بخصوص اللي هو الـ العمر apparently it's not an issue اهم شيء تاريخ التخرج ما يكون عدى اكثر من سنه تمام الله يعطيك العافيه الله يعافيك جواب سؤالك صح السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا هلا. الله يعطيك العافية أستاذ سهل وشكرا على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. بس عندي سؤال بالنسبة للغات المطلوبة للوظيفة. هل people who speak French take opportunity for extra opportunity for job opportunities ولا نفس الشيء؟ لا عربي إنجليزي فقط. هو صح نحن البنك السعودي فرنسي بس. ما الجهة الفرنسية كثير صراحة يعني honestly speaking يعني it's not مو مرة relevant لنا especially إنه حاليا كمان البنك الفرنسي اللي هو الحصة الفرنسية خرجت تماما يعني مع بداية السنة هذه تقريبا سو البنك تقريبا صار سعودي 100% أو almost سعودي 100% حتى الاسوسيشن مع البنك الفرنسي حاليا انتهت يعني ف اوكي الله يعطيك العافية أجل السلام عليكم. إني أحذف ال part على أساس نتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية. خلينا في الإنجليزي فقط. إيه بس إنجليزي. عربي إنجليزي هذه سماست يعني هذه أساسية عندنا. أنت قاعد تقول الفرنسي أنا دخلت سويت بالويب فكنت بقول لك. Je suis désolé parler en français. اعتذر منك انا ما اتكلم الفرنسية. الحمد لله الحمد لله ترى انا بس بالانجليزي. ما عزيز اخذت نوت. جمابيل سهل. اوكي برضه انا شغال معاك على نفس الخط يعني. Je suis désolé parler en français, parler l'italien. Comme tu as le senior sonno mishari senior la sahil. Ah, comment ça?
انا حاولت اسباني انا ما اعرف صراحه كذا لا يعني احرجتني كذا ملفلف على بعض الله يخليك. تفضل اخ عبد العزيز معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اول شيء حاب اشكرك استاذ سهل على البرزنتيشن وعلى الشرح، صراحه جدا استفدت من كلامك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا غالي، حياك. عطيتني والله فكرة جميلة جدا وسهلت علي أشياء كثيرة كنت أفكر فيها، فأشكرك جدا. تحت أمرك، بالعكس تحت أمرك في أي وقت يا غالي. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. الله يعافيك يا غالي، حياك الله. أي سؤال ثاني؟ سؤال استفسار أي شيء. السلام عليكم، الله يعطيك العافية يا أستاذ. الله يعافيك، حياك الله أخ عبد الله. أنا سؤالي اللي هو هل بيكون في يعني فرص اللي عنده شهادات احترافية يعني زي البي ام بي، الار ام بي، ريسك مانجمنت بروفيشنال، الأشياء هذه يعني هل الأهمية عندكم؟ طبعا طبعا، بالذات أنت قلت بي ام بي، ترى بي ام بي ترى جدا جدا مهمة، ترى كويس إذا أنت أخذتها، ترى هذا شيء شهادة جدا جدا قوية، وبالعكس it makes a big difference معنا. لأنه بعض الإخوان بيقولوا لا أنت الحين لأنك فريش جراجويت لا خذها بعد ما يعني خذ الشهادة هذه بعد ما يعني تأخذ experience 5 years على الأقل أو إشي زي كذا. مين اللي قال كذا؟ هل PMI الشركة الأم اللي لا 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 لا, لا. لا أشخاص بشكل عام يعني مش يعني مش ما تفرق صدقني يا أخ عبد الله، بالعكس to have the PMP من بدري ترى this is something very good، يعني جدا جدا ممتاز. وإذا أنت لسه ما أخذتها حاول تلحقها قبل بداية جانوري، لأنه حي صعب الاختبارات في جانوري شوي، لأنهم من أبريل تقريبا بداية كوفيد صارت اختبارات سهلة، وصاروا الإيشوينج حق السيرتيفيكت يعني إيه شوية. طيب إذا بتلحق الحق الآن قبل بداية جانوري، قبل والله كان ودي ألحقها، ودي الصراحة ألحقها، بس عشان أنت عارف اختبارات نهائية، أنا كنت ماشي على خطة، خلصت 75% منها، باقي 25%، لكن مع ضغط دراسة والمواد الكثيرة منزلها، فقلت خلاص خليها على الصيف أحسن. Proceed. والله proceed with it. بالعكس it gives an يعني competitive edge لك، وضيف لك شيء جدا 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 كبير بالعكس. Especially إنه حاليا نحن مثلا أتكلم من ناحية نحن كبنك الفرنسي، حاليا نحن البنك في مرحلة تحول، مرحلة تغيير جذري تقدر تقول. كل التغيير هذا اكيد يبغى له كثير، اداره مشاريع، اداره التغيير الى اخره، وهذه يبغى لها احد عنده فكر وعنده نوليدج حق اداره المشاريع. Having the PMP will give you an extra step or plus over اي حد ثاني. بالعكس go for it، والله يوفقك. بالعكس هذه اول شيء تسويه، خلص اللي في يدك وكمل ال PMP على طول، لا تنتظر نصيحه. إن شاء الله الله يسعدكم، إن شاء الله يوفقكم. العالمين. أي استفسار أخير؟ أي استفسار؟ أنا عندي سؤال إذا ممكن. تفضل. على طاري الشهادات، وش الشهادات تشوف الواحد يعني يأخذها؟ لأن أنا لسه ما تخرجت وأثناء الجامعة يعني. حسب تخصصك يعني. برأيك. إذا مثلاً PM ايوه معلش ايش تخصصك الجامعي؟ انا مانجمنت، اداره عامه. اوكي اداره عامه. كمان في الشركه بشكل عام، كمثال اذا مثلا في الموارد البشريه في شركه في شهاده اسمها CIPD، هذا فيها 5 ليفلز اتوقع شيء زي كذا، هذا شيء جدا مهم. اذا بتشتغل في الفاينانس IFRS، هذه برضو تعتبر شهاده قويه. في اللي هي CRM
CMA. Thank you. Whoever said it, but yes, CMA is also very important. So it really depends. أنت فين تبغى تشتغل؟ أنت فين تبغى تكون بعد ما تتخرج؟ فحسب حسب أنت فين تبغى تصير تعتمد شهادة تعتمد إيش الدورات اللي تأخذها ولا إيش certifications. فما في جواب صح أو خطأ. It's all where do you wanna be next. Did I answer your question? الله يعطيك العافية. مشكور وما قصرت. تحت أمرك يا غالي. أي سؤال ثاني؟ شكرا. أتوقع كفاية نعطيك وقت تأخذ راحة وبنفس الوقت يعني أخذنا من وقتك زيادة عن المطلوب يعني. عادي. لا بالعكس بالعكس بالعكس. يسعدني ويشرفني وصراحة شكرا على الفرصة هذه. شكرا على الأوبورتونيتي هذه. I think it's good that we are having this I would say open communication channel between اللي هو مثلا الطلاب والemployers. بالعكس we are always happy to have such thing. بالعكس we're always happy to be connected. طبعا feel free طبعا to connect with me على LinkedIn إذا حابين مرة تسألوا أكثر أو شيء وتتواصل معايا. اسمي في LinkedIn سهل خان SHAL مسافة KHAN. Can just اسم زي الاسم الموجود عندكم هنا تحت. Just my request. أنا أصر حياك. شكرا ويعطيكم العافية. شكرا مرة ثانية أخ سهل على يعني الحضور على قولته الراقي والهادي. ما حسينا فيك بثقل والله حسيناك نسمة. يعطيك ألف عافية وأشكرك على كمية المعلومات الهائلة اللي ضخيتها لطلابنا وعلى صعيد يعني الشخصي كمان استفدت. وإن شاء الله يوم من الأيام نكون كلنا يعني موظفين في بنوك وإن شاء الله يكون على هذه قائمة هذه البنوك بنك سعودي فرنسي. أشكرك مرة ثانية على وقتك وعلى يعني حماسك ويعني حبك في إعطاء المعلومة. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية ومعليش إذا أخذنا من وقتك وناك من مكانك بس ترى يعني حنا يعني مجددا نقول لك حنا قيد التعلم يعني نأخذ منك معلومات إن شاء الله في أرض الواقع نتعلم من بعض. والله يا اخوي مشاري الله يعطيكم العافيه. بالعكس شرف هذا شرف لي والله. الله يخليك الله يطول بعمرك. يعطيك الف عافيه واحب اشكر الحضور وفي امان الله في رعايه الله في امان الكريم. السلام عليكم.